يعني زينب، بعد ما حكينا عن أهمية التغذية الصحية، رح نحكي هلأ كمان عن أهمية الرياضة. وأكيد كل الصبايا اليوم أو أغلبهم بيحاولوا يهتموا بأجسامهم بطريقة معينة. للرياضة على أنواع ومنها الزومبا، رح نحكي اليوم عن أهميتها للصبايا وللأجسام لحتى يكون جسمنا حلو ومتناسق، أكيد مع الكوتش راما مخللاتي مدربة الزومبا. صباح الخير كوتش، أهلا وسهلا فيك. صباحك يسعد صباحك. صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني عم نبدأ بفقرة كتير مهمة، وهلأ يمكن أغلب الصبايا عم يتجهوا للزومبا لأنه بتحرق كتير وبنفس الوقت هي رياضة مسلية. تماما. خبرينا أول شيء عن الزومبا بشكل عام. هلا الزومبا هي عبارة عن حركات رياضية، تمارين رياضية مدموجة بموسيقى لاتينية. تمام. تشكل عن رقص رياضي بتساعد كتير على حرق الدهون. في منها موسيقى سريعة، في منها موسيقى بطيئة. طبعا التمارين والدرس بيكون وفقا على الموسيقى اللي بتنحط. هلا هي كثير بتعطي طاقه ايجابيه وبتعطي ثقه بالنفس وبتقلل من التوتر. في لها كثير اهميات بنحكي فيها. اذا بدنا نحكي اليوم عن حرق الدهون، بيقولوا كثير انه الصبيه اللي بدها تحرق دهون بشكل اسرع يمكن تلجا للزومبا على باقي انواع الرياضات، هذا الشيء هل هو صح؟ وليش هي ممكن تحتل رقم واحد بانه تحرق الدهون؟ هلا الزومبا بتحرق بال 45 دقيقه من 500 لل 1000 سعره حراريه تقريبا. هي لانه اعتماد على حركه سريعه وخفة، عن يعني كثير فيها حركة سريعة وخفة، فهذا الشيء يعني بيزيد من سرعة حرق الدهون عند اللاعب. نعم. طب خبرينا اليوم الفئات العمرية الممكن انه تبلش تلعب زومبا، وحتى الكبار فيهم يلعبوا زومبا، يعني خبرينا انه شو بتاخذوا بعين الاعتبار اذا حدا معه مرض معين ممنوع يلعب زومبا، بتعمل مثلا تسرع بالقلب، في حماية قبلها، خبرينا شوية تفاصيل. اكيد. هلا شأن العمر، كل الاعمار مسمح لها تلعب الزومبا. عندي الاطفال مستقبلهم من 4 سنين لست سنين، هدول لهم طبعا زومبا خاصة فيهم. ومن عمر 6 سنين لل 10 سنين كمان زومبا خاصة فيهم، طبعا حسب استيعاب الطفل بدك تعطيه. زومبا للكبار ولاد صغار بشكل عام بالعكس كتير مفيدة وبتنشط. شو بتفيد الصغار كوتش؟ كيف؟ ليش شو بتفيد الصغار؟ هلا بتفيد الصغار، أول شيء بتعلم الطفل على السرعة وعلى الخفة بالحركة، حياته اليومية بتختلف بشكل عام بالحركة. حتى بتزيد عنده نسبة التركيز، يعني بصير الطفل بيركز، بصير عنده توافق حركي، بيركز بين الحركات الايدين مع الرجلين كيف ممكن الطفل يتحرك. نعم. كمان كان كمان زينب بنشوف اطفال بيعانوا من البدانه بشكل كثير كبير، فالزومبا ممكن تكون كمان وسيله لحتى نريحهم من هذا الموضوع. اكيد اكيد. هي الزومبا اساسا يعني الاطفال ما بننصحهم بهذا العمر غير بالزومبا، يعني الطفل ما حيقدر يلعب اكيد تمارين ايروبيك او تمارين نحت، يعني ما له غير الزومبا وكثير بيلاقوا نتيجه عليها. طيب الزومبا هل بتفيد بنحت الجسم؟ ما صار عندك حالات انه مثلا تغيرت عليهم الامور؟ قد ايه بدها وقت لتبين النتيجه على الجسم؟ هلا الوقت حسب الدروس اللي بياخذها اللاعب بالاسبوع، هو اقل شيء لازم 3 دروس، 45 دقيقه 3 دروس بالاسبوع. بينحت الجسم وبشد العضلات كثير، بيعطي شكل حلو للجسم، طبعا حسب اللاعب وقدراته. في نظام غذائي مترافق معه؟ لا هلا غالبا لا، يعني الزومبا هي حلاوته انه سهله، يعني سهله الممارسه، حتى اي شخص بيقدر يلعب زومبا، بيرقص زومبا، ما بدهم اي معدات، حتى ببيتنا فينا نرقص زومبا ونكسب طاقه ايجابيه فيها. شو الفرق بينه وبين الايروبيك كوتش؟ هلا الفرق بينه وبين الايروبيك، الايروبيك هو اعتمادنا على موسيقى، موسيقى الايروبيكس هي موسيقى، اي موسيقى اجنبيه. الاعتماد مو على الموسيقى، الاعتماد على التمارين. اما بالزومبا لا، اعتمادنا على الموسيقى اللاتينيه، الموسيقى اللاتينيه اللي تنحط، لانه كل تمرين مربوط بمقطع من الموسيقى اللي محطوطه. فهذا الفرق بيناتهم. طبعا الموسيقى اللاتينيه حتى لها كذا رقصه وكذا مجال الرقص الرياضي، مثل السامبا، السالسا، الهيب هوب، في اكثر من شيء، الميرينج، في كذا نوع رقص رياضي. بس نقول كنتائج، يعني السيدة ممكن تحصد نتائج بالايروبيك نفسها بالزومبا؟ هلا انا بشجع الزومبا اكثر. الزومبا بالوقت اسرع، يعني بتحرق كمية سعرات حرارية اكثر من الايروبيك. قد ايه ممكن أسرع. كم سعرة حرارية ممكن تحرقيها ب 45 دقيقة؟ من 500 لل 1000 سعرة حرارية حسب قوة الدرس. هلا لدروس الزومبا، لانه في منهم الخفيف وفي منهم القوي، عرفتي كيف؟
حسب نوع والمبتدئ كيف بتبلشي له، وبعدين بعد فتره قد ايه المده الزمنيه ممكن انه حتى تبلشي له بالقوي حتى يقدر يحرق؟ هلا اجمالا الدرس هو اجمالا بيبتدى باحماء، اللي هو بيكون رتم خفيف بالموسيقى، حركات مبسطه بين ما يتجاوبوا معك. بدا ما ركزوا بهدول القصص بتفوتي لهم انت بمراحل اقوى، مراحل اقوى اللي هي زومبا فيتنس، فحركات قوه يعني لياقه بدنيه اعلى بتكون، حركات مجهده اكثر للجسم، بالمقابل بيعطي حرق شحوم اسرع. ممكن اذا بدنا نحكي عن حرق الشحوم العمر يلعب دور؟ مثلا صبيه ب 18 بتفرق عن صبيه ب 30 او حتى سيده بال 40؟ لا العمر لا، حسب طبيعه الجسم بترجع. هلا في اجسام تتجاوب معك وبتنزل بسرعه وزنها. قد ايه بالبدايه لازم تبقى الصبيه عم تلعب زومبا اذا بدنا نقول حتى نلاقي نتيجه مو فوريه مو سحر بالنهايه؟ اكيد لا، هي اكيد بدنا شهر اثنين او ثلاثه، او قد ايه بتحطي مثلا وقت معين؟ هلا اذا بدها تلعب بشكل يومي بدها من الشهر للشهرين تقريبا، يعني هي يومي. يعني حسب صحتها طبعا بترجع، اذا كانت من نوع صحة كثير فبدها وقت، اما اذا كانت رشيقه بتاخذ شد الجسم بوقت اسرع. طيب هي الزومبا مثل ما قلنا هي بالنهايه رقصه من رقصات الدول اللاتينيه ومعروفه فيها البرازيل كثير كمان. في اطلاع على اخر مثلا التحديثات بهي الرقصات، ثقافه البلد نفسه حتى تستفيدوا منها، وخاصه البرازيل معروفه يعني بجمال اجسام صباياها لانه بيرقصوا زومبا، فخبرينا شلون انت بتحدثي معلوماتك بتجيبي كل شيء جديد للزومبا؟ هلا اجمالا الزومبا هي هلا اكثر شيء اكثر رقص رياضي هلا يعني دارج عنا بال شائع، والبنات بتحبه لانه سهل مثل ما قلتي. يعني سهل وكثير ممتع، فهو يعني ما يعني تطوير حسب بقى قدره المدرب، يعني حسب هو انت كيف بتطوري حالك. هلا الابداع انه انت تسمعي موسيقى وتعرفي الطب الى تمارين رياضيه مجهده يعني تحرق شحوم، بتكون هاي شغلات مدروسه انه تحرق شحوم نفس الوقت يستمتعوا فيها وما يحسوا بصعوبه انه عم يرقصوها. نعم. هلا كثير من السيدات مثل ما قلنا يمكن ما عندهم وقت يروحوا ويلعبوا يمكن بالنادي، فبيلجأوا دائما انه نحن بالبيت بنقدر ناخذ ساعه. بدنا نعرف منك شو هو الوقت المثالي لحتى نحن نلعب رياضه اول شيء، وبالبيت شو هي التمارين اللي فعلا نحن قادرين من خلالها نحرق شحوم، ما يكون بدها مثلا اي مساعده او مدرب او اي شيء. تمام. هلا الزومبا اساسا ما بدها لا نادي ولا كثير يعني مهم انه معدات والقصص، لا هو بوط رياضه، ثياب رياضيه مريحه بحيث اللاعب يرتاح فيها. بالبيت بيقدر يحط موسيقى ويتمرن، طبعا النت ما خلى حدا يعني يحط حركات معينه على النت تمام. اي رقصه بتلاقي الصبايا الصغار اوقات بتلاقيهم فاتحين على رقصاتهم متعلمينها من النت. نعم. ما شاء الله ابداع. طيب خبرينا اليوم في كثير من الحركات المغلوطه عم تسبب مثلا اذيه بالعضلات او بالاعصاب، فخبرينا اليوم كيف انت ككوتش ممكن تعلمي الحركه الصحيحه وخاصه للنساء يمكن شوي الكبار بالعمر؟ هلا اجمالا انا الزومبا لما بعطي المشتركات حركة بعلمهم اياها، يعني ما بعطيهم انه خلص امشوا معي وهيك على الله ويلا، لا حركة. وطبعا اللي بتعاني من مشاكل صحية بدها تخبرني، اللي بتعاني من الم بالركب الم بالظهر ضروري تخبرني يعني عن هذا الموضوع. في تمارين ممنوعة لهم؟ لكن انه مثلا النط او السكوات او هدول القصص لا، يعني كلياتهم انا لازم يكون عندي خبر فيهم حتى ما يصير اي اضرار صحيه عندي منهم. نعم. هلا اذا بدنا نقول للصبايا اللي حابين بالبيت يعملوا زومبا، اليوم كل صبيه وشكل جسمها اللي بيختلف من الثاني، وكل صبيه بتعاني من مشكله بمناطق معينه، بتقدر هي تختار يمكن الحركات الصحيه اللي بتناسب جسمها وتاخذ النتيجه اللي بدها اياها؟ هلا هي رح تختار، بس مو دائما بيكون اختيارها صح، يعني هلا بدها تشوف مثلا مستوى قوة الرقصة. هلا في رقصات تحرق شحوم عالية يعني نسبتها عالية، جهدها قوي، وفي رقصات لا بتكون كثير خفيفة، يعني هي ممكن نحن نعطيها احماء بالاندية هي ممكن تاخذها رقصة عادية لها. لا هون ساعتها بدها يعني بده يكون في عندها معلومات عن الزومبا او تلجأ لنادي رياضي. نعم. طيب خبرينا عن يمكن الاشياء المترافقه مع الرياضه وخاصه للصبايا اللي حابين ينحفوا حالهم، ممكن تساعد بخلال حياتنا اليوميه على تنزيل الوزن اضافه للرياضه، يعني كغذاء كمشروبات
هلا كغذاء ومشروبات اجمالا نحن بننصح كثير صبايا يبعدوا عن اشياء مضره بالصحه اللي هن بتزيد الوزن وبتقل الحركه، مثل مثلا المعجنات، الحلويات، الشيبسات، الخبز. كل شيء طيب، كل شيء طيب من بعد كل شيء طيب. يعني هدول الشغلات كلها بتزيد الوزن وبتعطي تقل الجسم، يعني حتى الحلو كثير بيعطي تقل الجسم، حركتك بتكون ثقيله. المقالي، الزيوت، هذا كلياته طبعا مضر وكثير يعني بياثر على الجسم. الاكل بالليل والنوم، الاكل مباشره قبل النوم. تمام. طيب مثل ما قلنا يمكن في مشروبات معينه بيقولوا انه هي بتساعد بتخفيف الوزن، ان كان ليمون عادي وان كان زنجبيل مع قرفه، وكل هي تمام انشهرت بشكل كثير كبير. خلينا نحكي عنها بالتفصيل، لانه اليوم كثير من الصبايا عم يسالوا شو هي المشروبات اللي بتساعد مع الرياضه لحتى نحرق هي الشحوم. هلا غالبا الزنجبيل الصبايا كثير عم تعاطوا، الميرميه مثل ما حكيتي تفضلتي، مع الليمون طبعا يعني كثير بيساعد على حرق الشحوم الصبح على الريق. والليمون على الريق كمان عم يقولوا مع مي فاتره وعسل. هلا الليمون غالبا عم يحطوه مع الزنجبيل والميرميه، يعني خلطه عم يعملوها الصبح على الريق كاسه، كثير بتساعد على حرق الشحوم. طب نياكي كمان تقدمي هيك بعض النصائح لكل الصبايا اللي لسه ما فاتوا بحياتهم للجيم وحابين يختاروا رياضه مسليه يقضوا فيها وقت ويفرغوا طاقتهم السلبيه بنفس الوقت، شو الخطوات اللي لازم يعملوها وكيف اشرحي لهم رح يتدرجوا فيها للزومبا؟ هلا رياضه مسليه هي زومبا غالبا. إذا البنت ما لها خلق كثير للرياضة، ما بتحب الأربك، ما بتحب التمارين، بتلاقيها جهد وصعب عليها، لا بنصحها بالزومبا. هي منه بتفرغ طاقة ومنه بتكون بتنشط نفسيتها، بتشد جسمها، بتحافظ على لياقتها، بتنشط حركة القلب والأوعية الدموية، كثير فيها إفادة وبنفس الوقت تسلية وتفريغ للطاقة السلبية. هي أهم شيء. تماما. فأنا بنصح السيدات لو 3 أيام بالاسبوع قدرتوا تنزلوا على نادي رياضي تفرغوا طاقة وتتمرنوا تكسبوها صحيا ونفسيا. اكيد. كل الشكر لك كوتش، بتمنى لك اكيد التوفيق وعلى كل الصبايا يلي يمكن لسه ما دخلوا بهي الحياة يجربوها، لانه هو فعلا بتشيل الطاقة السلبية مثل ما قلنا وبتروق وبتهدي الاعصاب. شكرا لك كوتش. حبيبة قلبي.